عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن فنجان برج العذراء الفتره القادمه، ان شاء الله باذن الله خير ورزق وتفاؤل وفرحه جميله لبرج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. على القناه موجود فيديو لعلاج السحر، ثلاث وصفات لاعراض السحر، طبعا هتختاروا الوصفة اللي فيها الأعراض اللي انتوا بتحسوها. ودلوقتي هقول لكم مع بعض، هتكتبوا لي كومنت هرد عليكم بدعاء تحصين النفس، ويلا بينا هنردد مع بعض الدعاء الحلو اللي فيه طاقة إيجابية. الدعاء ده لو انتوا ليكم عليكم ديون وعايزين تسدوها، لو عشان ربنا يقضي حاجتكم، الدعاء ده حلو جدا، فيه راحة نفسية عميقة، وفي نفس الوقت ان شاء الله بإذن الله خلال أيام معينة ربنا يقضي الدين اللي عليكم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء ده حلو جدا جدا جدا، لو انتوا رددتوه صدقوني هيبقى هتحسوا بالتغيير بنفسكم وهتحسوا بالفرق. بسم الله ما شاء الله. برج العذراء، برج العذراء دايما مهموم، ودايما اقول لك ان انت في ارض بيتك في مشاكل، دايما في بيتك ذات نفسه مشاكل، عندك مشاكل، مش متفاهم انت والعيله، العيله عايزه تمشيك على مزاجها الله اعلم، بس اللي انا دايما اقول لك يا برج العذراء ان انت دايما في ارض بيتك مشاكل، دايما بتدور على الامان وعلى الراحه وعلى الاستقرار، بس مفيش استقرار في حياتك العاطفيه. حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار يا برج العذراء، وعشان كده بتعاني، عشت تجارب سيئة كتير جدا في شغلك، في حياتك بالكامل، في حياتك العاطفية الشريك بينك وما بينه نفور، لدرجة إن أنت كاره نفسك إن أنت معاه، وعايز تقطع علاقتك بيه بأي وسيلة، مش عارف هو، أنت مش فاهم الشريك، ورغم كده في مشاكل بينكم وفي نفور بينكم وبين بعض. برج العذراء أنت عندك مشكلة وبتعاني منها. ومستني فلوس جايالك، لاما فلوس شغل، لاما فلوس ورث، لاما انت مسلف حد الله اعلم، المهم ان انت مستني فلوس جايالك. الفلوس اللي هتجيلك دي هتعمل بيها حاجة مهمة، عايز تسافر، عايز تغير مكانك، عايز تغير بيتك، تغير حياتك بالكامل. انت يا برج العذراء، ست العذراء حكيمة جدا، ست العذراء هادية، زي بس لما بتتعصب بتكون زي البركان. فتاة العذراء انت عندك فرحة حلوة وعندك خير، بس ابعدي عن الاشخاص اللي هم طاقة سلبية، ابعدي عن الناس اللي هم كلهم اكتئاب وكلهم حزن وعاملين ان هم حبايب ليكي وهم مش كويسين، اشخاص دايما عايزين لكم الاذى، عايزين لكم الظلم، وانتوا لا تدروا ولا تعرفوا. شايفالك فرحة حلوة وشايفالك خير يا برج العذراء، وطاقتك طاقة ايجابية. بسم الله ما شاء الله. العذراء عنده طاقة إيجابية وعنده خير حلو جدا جدا جدا، هو مستنيه من بدري. الخير ده انت مستنيه من بدري، كنت بتحلم بيه. في موضوع كان شاغل بالك انت خدت فيه القرار الصح، في موضوع كان شاغل بالك انت خدت فيه القرار الصح، يعني صفيت حساباتك. لو كنت مع العلاقة السوشيال ميديا صفيت حساباتك، بدأت تصفي حساباتك وتكون لوحدك وتكون مع نفسك. الناس اللي انت اديتها الخير ما تمرش فيها، الناس اللي انت اديتها الخير ما تمرش فيها، بالعكس نكروا جميلك يا برج العذراء، وما صنوش العيش والملح، ما صنوش العيش والملح اللي كان بينك وما بينهم. برج العذراء انت دايما من صغر سنك شايل مسؤولية، راجل العذراء من صغره هو شايل مسؤولية، بس انا شايف ان انت طاقتك دي هتكون طاقة ايجابية. هيكون عندك مولود جديد، خبر حمل، للناس العزاب شايفالكم خير، بس حاولوا ان انتوا تكتشفوا حقيقة الناس اللي حواليكم، اكتشفوا حقيقة الناس اللي حواليكم. عندكم حد مسجون او حد مريض بيعاني، صحتكم ليه بتحسوا بنغزه في قلبكم؟ اكتر حاجه مواليد برج العذراء بيشتكوا منها ظهرهم وصداع ووجع في ركبتهم ومعدتهم. طيب
برج العذراء، انت حصل عندك صدمة من زمان وانت صغير، ولا صدمة حصلت اتصدمت فيها؟ الله اعلم. يعني انت خدت فترة الدنيا سويدة، اخدت فترة ما بقتش شايف قدامك، اخدت فترة ما بقتش فاهم ولا عارف تعمل ايه في حياتك من كتر الغدر والخيانات والطعنات. دايما عايزين يفرقوا بينك وما بين الشريك، دايما عايزين يفرقوا بينك وما بين الشريك. عندك واحدة ست، وانا قلت لك المرة اللي فاتت يا برج العذراء، قلت لك من المرة اللي فاتت انه في واحدة ست بنت بتجدد لك السحر علشان خاطر عايزة تفرقك بينك وما بين الشريك، بنت وامها يا برج العذراء. البنت بتغير منكم وبتحقد عليكم، وعشان كده امها دايما بتعمل لكم السحر تجددوا لكم. شايفة ان انت هتكتشف حقيقة ناس ما كنتش تتوقع ان هي تظلمك او تغدر بيك يا برج العذراء. خلال شهر يا برج العذراء هيبقى عندك كذا كذا حاجة انت هتختار منها موضوع، هيبقى عندك كذا حاجة انت هتختار منها حاجة. هيتوجب عليك يا برج العذراء ان انت تاخد القرار الحاسم في حياتك. ما تخليش الحزن والاكتئاب يسيطر عليك، خليش الحزن والاكتئاب يسيطر عليك. فكر في حياتك، فكر في التغيير، فكر في جمالك، فكر في رشاقتك، فكر في حاجات كتيرة جدا تخص حياتك. هيتوجب عليك يا برج العذراء ان انت تعاتب الشريك الفترة اللي جاية، ويكون عندك عتاب بينك وما بينه. بطل تكتم جواك، اقرب الناس ليك هم غدارين ليك. بص يا برج العذراء، حاليا انت حاليا بتعاني، بس خلال الفترة اللي جاية هتمشي وانت مشهور، هتمشي وانت ناجح، هتمشي وانت محقق حلمك ومحقق هدفك. الناس اللي ظلموكم واللي كسروكم واللي طعنوكم واللي عملوا معاكم اي حاجة غلط، صدقوني هيجوا هيطلبوا منكم السماح، وهيقول لكم سامحوني انا بعتذر منكم. شايفة كمان يا برج العذراء ان انت من كتر الهموم ما بقتش عارف تعمل ايه، من كتر الهموم ما بقتش عارف تعمل ايه. دايما بتعاني من صداع مستمر بسبب تجديد السحر، بتحس ان انت مش شايف ولا عارف ولا فاهم. صلي، قرب من ربنا اكتر. برج العذراء، قرب من ربنا اكتر. حصل عندك سرقه في بيتك، ايه اللي اتسرق منك يا برج العذراء؟ ايه اللي اتسرق منك؟ طيبة قلبك خلت الناس تستغلك. انت تعبت كتير جدا، وعشان كده الخبر الحلو ده هيخليك تنسى كل الهموم. برج العذراء، جزء من ظلمك ومن كرامتك ومن حقك هتشوفه بعينك الايام اللي جاية. هيكون عندك امور حلوة جدا، رغم ان عندك تربط، يعني حد رام عليك الشبكة والسنارة، حد كده عامل لك شبكة عنكبوت، مخلي حياتك كده ماشية بالبطء. بص، الست المقربة ليك اللي بتبص لك بعيون وحشة قوي. برج العذراء، مفيش حد يستاهل المساعدة زي ما انت بتقول. الدوامة والحيرة ده بسبب ان انت بتدخل ناس في حياتك ملهاش اي لازمة. اطلع من التربط اللي انت فيه، اطلع من الاكتئاب، اطلع من الحيرة والتوتر، غير من نفسك وغير من تفكيرك. يعني انت حاسس ان انت مضروب بالنار يا برج العذراء، يعني تروح كده يعني حياتك فيها لخبطة. ما تخليش دمعتك تنزل على اي حد ما يستاهلش، بلاش دمعتك ما تنزلش. عندك فرحة في أرض بيتك يا برج العذراء،
زواج، صلح، رجوع، امور حلوه جدا. بلاش تكتموا على نفسكم، بلاش الحزن والاكتئاب، السحر المشروب اللي انت شربه. عندك لهفة وعندك اشتياه لأطفال، لأهل، لزوج، الله أعلم. وأحب أقول لك كمان يا برج العذراء أن أطمنك أنك عندك شفاء لأطفال بإذن الله، عندك شفاء لأطفال وشايفة لك خير كمان. وشايفة كمان يا برج العذراء أن أنت هيكون عندك لقاء مع ناس مهمة، لقاء مع ناس مهمة، وعندك دخول محكمة. دخول محكمة، اللقاء ده هيكون مع ناس مهمة كده، حد انت مقدم على الشغل، هيبقى عندك لقاء مع ناس ما كنتش يعني ايه، ناس حلوة. اوفي بالندر اللي عليك يا برج العذراء، اوفي بالندر اللي عليك علشان خاطر حاجتك اللي ليك عند ربنا تكمل بإذن الله. انت دايما بتدعي ربنا وربنا هيستجاب ليك في الدعوات اللي انت عايزها، بس اصبر اصبر وخلي عندك صبر وطاقة ايجابية. انت هنا يا برج العذراء مقدم على ايه؟ ايه الحاجة اللي انت مقدم عليها؟ بص يا برج العذراء، امورك كلها فيها تحسن بإذن الله. خبر حلو، لقاء حلو، ارتباط، زواج، طفل جديد، توقيع ورقة حياتك واقفة عليها، مكالمة وفيها صلح، حد عايز يعتذر منك، الله أعلم. عندك أمور حلوة جدا بإذن الله. عندك إمضة ورقة يا برج العذراء، لو مقدم على مسابقة، على وظيفة، الله أعلم. معرفش يا برج العذراء، بس أنت عندك توقيع ورقة. تمنى لك الخير والرزق والتفاؤل والفرحة وكل ما هو جميل لحياتك.